وعالميا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة حققت إنجازا جديدا في حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث بلغ عدد جرعات اللقاح التي تم توزيعها حتى الآن 60 مليون جرعة. أضاف جونسون في تغريدة نشرها على موقع تويتر: لقد تم إعطاء 60 مليون جرعة من اللقاح لبلاغين في مختلف أرجاء المملكة المتحدة، وصفا حملة التطعيم بأنها منقذة للحياة ولا مثيل لها في تاريخ بريطانيا، ومعربا عن امتنانه لكل من شارك في هذه الحملة. أما في الهند، فقد أعلنت الهند عن وفاة أكثر من 300,000 شخص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتصبح ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والبرازيل تسجل الرقم في ظل موجة ضخمة من الإصابات التي اجتاحت نظام الرعاية الصحية. أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر من 26 مليون و700. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من عمان عبر الهاتف الدكتور محمد الشارع، أخصائي الجراحة. دكتور محمد، بعد التحية، دعنا نتحدث عما قاله بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن اللقاح هو المنقذ للحياة، تعليقك على هذا الأمر؟ أولا مساء الخير لك والمشاهدين، وأشكركم على الاستضافة. أهلا بحضرتك. نعم، كما تفضلتي أو كم في التقرير، أن عدد الإصابات المرتفع في العالم وعدد الوفيات في العالم، ثم جاء هذا بصيص الأمل عن طريق اللقاح، مما أدى إلى تشكيل أمل لعودة الحياة إلى مجريات سابقا. ربما بريطانيا قطعت شوط طويل بإعطاء اللقاحات، كونها أحد الدول المنتجة للقاحات، من أول الدول المنتجة للقاحات، أكثر من 60 مليون، وعدد سكان بريطانيا تتراوح ال 80 مليون، فهذا نسبة عالية جدا. ربما شهدنا الفترة الأخيرة أن بعض الدول أصبحت تخفف الإجراءات على من أخذ تم الإجراءتين اللقاح أو أخذ لقاحه بشكل كامل، يمكن التجول بدون كمامة، يمكن ارتياد الطيارة والمطارات والعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو نوع من التشجيع لإعطاء أخذ اللقاح وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية كما كنا سابقاً. نعم، فكرة أن يكون هناك جواز سفر لمن تلقى التطعيم، أعتقد أن هذا أيضا يعتبر دلالة لمدى أهمية التطعيم، وأن هذا التطعيم إذن أنت في مأمن بنسبة كبيرة. نعم، أتوقع مع بداية 2000 أنه لا نستطيع أحد السفر بدون يكون معه شهادة تطعيم أو ما يسمى بجواز السفر المناعي، حيث يوجد فيه أنه تم لقاحاته وبالتالي هو آمن للتنقل في المطارات وبالتالي بالتجول في مناطق سياحيه او بغرض العمل. نعم. دعنا نتحدث عن اخر التطورات المتعلقه بهذا الفيروس، لاننا نتحدث بدايه عن جائحه اولى، جائحه ثانيه، جائحه ثالثه، ربما البعض ينتظر جائحه رابعه. لماذا نتحدث عن اكثر من موجه، وما الفرق بين الموجات المختلفه؟ هل هي فقط لان يكون هناك يعني انخفاض في عدد الاصابات وبعد ذلك ارتفاع مره اخرى، ام ان ايضا الاختلاف في الأعراض ودرجة الإصابة وشدة الإصابة والخطورة؟ نعم، أول شيء هو أنه عدد الموجات هو يختلف من دولة إلى أخرى، ربما نشاهد دولة تكون في الموجة الثانية بينما دولة في الموجة الثالثة، وذلك لكل دولة تعدادها الخاص في الإصابات. لنعتبر أن هناك موجة يجب أن تنخفض عدد الإصابات في نسبة معينة، وبالتالي ثم يعود مؤشر الإصابات في الارتفاع وتسجيل إصابات عالية وعدد وفيات عالية.